نوافيكم بهذا الخبر من قناة أخبار العالم. اليمن يعود بقوة إلى أسواق النفط وأول الغيث مليار دولار. أعلن اليمن عن عودته القوية إلى أسواق النفط العالمية بعد نجاحه في تحقيق مليار دولار عائدات عن صادراته في العام الماضي. ويتبنى اليمن خطة نشطة تستهدف زيادة إنتاجه من النفط، وهو بشكل بديهي سيكون أحد المستفيدين من الارتفاع الكبير في أسعار البترول عالميا، حيث تجاوز البرميل حاجز $100 منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. ولدى اليمن نوعان رئيسيين من النفط الخام، هما خام مأرب الخفيف وخام المسيلة المتوسط والأغنب الكبريت. ويصدر اليمن نفطه بشكل رئيسي إلى الصين وبعض الأسواق الأسيوية الأخرى.